السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. والنهاردة معانا قطعة قماش من الخيامية، هنعمل منها تغيير بسيط كده إن شاء الله يعجبكم وينال على رضاكم. القماشة اللي قدامنا متر بـ10 جنيه تقريبا، هي متر وربع بالكتير قوي. هنعمل منها النهاردة مفرش وكيسين للخدادية، أتمنى تنزلوا تعملوا لايك، شجعونا يا جماعة. والله الواحد مش عايزة أقول لكم قد إيه يعني مرهق جدا جدا، ولكن يعني ما بيقدرش يتاخر على الواجب، وانا اشوف ان اللي احنا بنعمله ده واجب كقنوات تعليميه. يعني اتمنى ان انتم تساعدونا في استمرار هذا المحتوى، وما تسيبوش المحتوى التاني هو اللي يطغى على منصه اليوتيوب. طيب انا هقسم القماشه وبالشكل ده بشكل مظبوط جدا، ومش هعمل اي حاجه في المفرش غير اني اتني كل الحواف مرتين كده صغيرين فوق بعض على المكنه، ويكون المفرش خلص في اقل من دقيقه. حتى لو الامكانيات، حتى لو الظروف صعبة، لازم نعمل اي تزيين اي شيء لاستقبال شهر رمضان الكريم. الحاجات دي بتحسن من النفسية وبتفرح الولاد جدا جدا. اهو زي ما قلت لحضراتكم موضوع بسيط، حتى لو ما عندكيش مكنة ما ينفعش اقول ما عنديش مكنة فمش هعمل حاجة، الامر بسيط، تانيتين صغيرين فوق بعض والموضوع بيخلص تمام. خدديتين بوصات كده على مفرش اثناء الاكل في رمضان، اثناء الفطار، حتى لو كان على الطبليه طبق فول، والله الدنيا بتبقى تمام. الحمد لله على نعمه الرضا، الحمد لله يا رب يديمها نعمه الصحه ونعمه العافيه ونعمه ان حبايبنا حوالينا، اللهم ديمها نعمه، اللهم امين. زي ما حضراتكم شايفين خلاص كده، وبتنيها كلها من كل الاطراف. اهو المفرش اهو، ما عملناش اي حاجة، تنينا الحواف وخلاص، شكله جميل وبسيط جدا وسعره رخيص جدا. طيب قطعة القماش اللي باقية اللي هقسمها على جزئين علشان اعمل الخدديتين اهو. بقسمها بالنص قياس مظبوط. الخدادية عبارة عن اول مخدة عبارة عن 30 × 35 سنتي، خلوها 35 × 35 سنتي. حتى لو ما عندكيش الخدادية ديت ممكن تعمليها بواقي القصايص اللي بتفضل منك اثناء الخياطة. القصايص الصغيرة جمعيها وحطيها كده في كيس عبارة عن 35 × 35 سنتي، واقفليه كويس واعملي الخداديات بمنتهى البساطة. انا حطيت الخدادية اللي عندي وبقص على بعد مسافة منها علشان ما تبقاش ضيقة قوي، يعني انا عايزها تكون مظبوطة، فانا بحاول ايه ابعد عنها شوية اهو، حوالي 2 أو 3 سنتي من كل ناحية بالشكل حضراتكم شايفينه ده اهو. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد على اله وصحبه اجمعين. يا رب يا رب يجعل الايام اللي جايه في شهر رمضان ايام كلها خير مفترجه، يا رب تقبل صالح الاعمال يعني تقبل دعائنا لبعض. تعالوا ندعو لبعض يا جماعه، ربنا ييسر الحال وييسر الامور ويفك الكرب ويفرج الهم، اللهم امين يا رب العالمين. طيب زي ما حضراتكم شايفين هاتني الطرف ده تاني تنفق بعض عشان يريحني وانا بشتغل. هي زي خدادية السرير بالظبط، زي طقم السرير بالظبط. انا عارفه ان احنا بنعيش ايام صعبه اليومين دول، صعبه على الكل، ويا رب يا رب ما يكسر قلب حد داخل على اولاده بحاجه في رمضان، يا رب كل الناس تفرح. بتني الجزء الثاني اهو،
بصوا بقى، ركزوا معايا في النقطة دي. ده كده المربع بتاع الخدادية اهو. بصوا شوف بقى، هشتغل على الوش ولا الظهر اهو. لازم احط الوش عشان احط قطعتين القماش برضو اهو. طيب لازم احطهم برضو على الوش، لكن انا بوريكم ازاي نبقى حاطينهم كده فوق بعض عشان يعني يقفلوا على بعض، بحيث انه لما احط الخدادية اتني كده، بحيث ان لما احط الخدادية تبقى ايه، بدون سوستة بدون حاجة. تمام. محتاجتني دي كده اهو، يعني مش عايزين تكاليف، عايزين نعمل حاجة بسيطة وسهلة بس بدون تكاليف. بصوا كده بحطها بالشكل ده اهو. تمام. بس لازم الوش على الوش، ظبط الشغل، لان اهم من الشغل تظبيط الشغل. اتاكد كويس من القماش ومن الالوانات معايا عشان اخيط كده المربع بتاعي كله. طيب انا كده خيطت، لا لسه انا كده بظبط. ايوه خلاص كده هبتدي اخيط، حطيت الوش على الوش وابتدي اخيط. زي ما حضراتكم شايفين اعملوا لايك بقى. نسيت؟ طب مش هتقولوا لي كل سنة وانت طيبة في التعليقات؟ كل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب. عايزة اسألكم على المواعيد المناسبة في شهر رمضان لنزول الفيديوهات، يكون بعد الفطار ولا قبل الفطار؟ زي ما تحبوا. تعالوا كده نشوف شكل الخدادية. طيب انا بشيل بس زيادات بتاعت الخيوط وبشيل زيادات من القماش اهو. يبقى عملنا المفرش والاتنين خدادية. الخدادية التانية هتعمليها بنفس الطريقة، وزي ما قلنا لو ما عندكيش خدادية اخترعي الحاجة ام الاختراع، واحنا ربنا خلقنا مبدعات، بنعمل من الفسيخ شربات. خلاص كده تعال نشوف المخدة وهي فيها. ايه مظبوطه بالشكل ده، بس يعني انا اللي بصور وانا اللي بعمل كل حاجه بنفسي، بس بحاول. اهي زي ما حضراتكم شايفين ده شكل كيس زي ما حضراتكم شايفين. ويبقى عملنا من متر قماش خيامية، متر وربع بكتير من قماش خيامية، عملنا المفرش وكيسين للخدادية بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وفكرة جميلة وبسيطة، وكل سنة وانتم طيبين، واترككم في رعاية الله ان شاء الله فيديوهات قوية الفترة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.